27 بيقول لي ان في المنظر اللي قدامي دوت تمام في لمبه وفي فوتو سيل. الفلو بتاع الفوتو الكترون، الفوتو الكترونز دوت معناها نمبر اوف اميتد الكترونز تمام. بيقول لي لو الاضاءه زادت، ما الاضاءه زادت يعني عدد زاد، وانا كنت قلت لك العدد يزود عدد وملوش دعوه بالانرجي، والانرجي تزود انرجي وملهاش دعوه بالعدد. فلما العدد يزيد طبيعي عدد الالكترونات اللي بتطلع تزيد. هو بالظبط كانه بيقول لي انا جبت لايت اكبر، مش اكبر يعني عدده اكتر، فيبقى الالكترونات اللي هتطلع عددها ايه اكتر. ده الاكزامبل بتاع العريس والعروسه، قلنا لما يجي هو خمسة اصحابه الصح مش ان هو يخطب واحده، يخطبوا خمسة، فالعدد لما يزيد يخطبوا عدد اكتر يبقى العدد بيزود عدد. طيب نمبر 28 لسه قايلين دلوقتي معلومه مهمه، الانرجي ملهاش دعوه بالعدد، وتحت انتنستي دي الحته دي مهمه قوي بتتكرر كتير قوي. انتنستي دي يعني عدد، هل العدد لما يتغير الانرجي هتتغير؟ فيبقى الاجابه دي العدد ملوش دعوه بالانرجي خالص. هات 29. لا لا عادي 29 بيقول لي الكتروماجنتيك راديشن من سيرتن فريكوانسي وقعت على كاثود طلع الكترون. اول حاجه لازم تاخد بالك منها ان هو طلع الكترون. ليه؟ الجمله دي عرفتني ايه؟ ان الفريكوانسي بتاعته اعلى من الكريتيكال، يعني اللي هيدفعه اكتر من اللي مطلوب. حلو. بيقول لي لو الانسيدنت اوف ذا راديشن ريبليسد بهاير فريكوانسي، لو الفريكوانسي زادت يعني الانرجي زادت، لازم ابقى عارف ان الانرجي تزود انرجي وملهاش دعوه بالايه؟ بالعدد. هو يا بيقول لي ايه الحاجه اللي ما اتغيرتش؟ هي العدد. مين في دول بيمثل العدد؟ هي الانتنستي. واحد معلش ثانيه واحده، وبيقول ايه اللي اتغير؟ ريبليسد بهاير فريكوانسي، الفريكوانسي زادت. يبقى ايه الحاجه في الحاجات دي اللي ما اتغيرتش؟ العدد. واحد يقول لي طب ما مفيش عدد. هو معك حق، هو مفيش في الاختيارات عدد، بس في حاجه انت لازم تبقى عارفها ان ده كونستنت. السي هي السي بتتغير اصلا؟ دي بقى ملهاش دعوه باي حاجه خالص. ان هو اللي المفروض يبقى ما يتغيرش العدد، بس مفيش عدد في الاختيارات. في ايه تاني حاجه ما بتتغيرش؟ السبيد اوف ذا لايت او السبيد اوف فوتون ما بتتغيرش خالص. هات اللي بعده 30. في الفوتو الكتريك افكت الريشيو بتوين الانرجي بتاعت الانسيدنت فوتون تمام والكاينيتيك انرجي اي 2 تمام. ليه سؤال؟ هو انا عشان اطلع الكترون مش لازم الانرجي اللي ابعتها تبقى ازيد من المطلوب؟ طب وكان الكاينيتيك انرجي الفرق ما بينهم صح؟ الكاينيتيك انرجي كان الفرق بين الانرجي اللي انا بعتها واللي هو عايزها، فطبيعي جدا ان ديت تبقى اعلى من دي صح؟ هي الكاينيتيك انرجي عباره عن ايه؟ اللي انا ببعته ماينس اللي هو عايزه صح؟ فيبقى لو عملت انرجي فوتو على كاينيتيك انرجي طبيعي جدا تبقى اكبر بكتير من 1 تمام؟ طيب اللي بعده بيقول لي في اكسبيرمنت فوتو الكتريك سيل السيرفيس بتاعت الكاثود متعرضه للايت عنده فريكوانسي اكبر من الكريتيكال. دي المعلومه اللي انا لازم اتاكد منها قبل ما ابدا. ليه؟ لان ممكن يشتغلني يقول لي الفريكوانسي اقل من الكريتيكال ويقعد يسالني على حاجات ممكن تحصل، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. لازم الفريكوانسي اول حاجه تبقى اعلى. طيب بيقول لي لو الاكسبيرمنت ريبيتد بسيم ويف لينس بس انتنستي، انتنستي يعني عدد، العدد اتغير، يبقى ايه الحاجه اللي تتغير؟ عدد. مين في الاختيارات دول بيمثل عدد؟ دي اللي هي الانتنستي. العدد ما بيغيرش الا عدد وملوش دعوه بالانرجي. هات 32. نبتدي بقى في الاسئله اللي فيها ارقام. هو مديني الورك فانكشن الاي دبليو ب 3 بس هي مش 3. قلنا دي تحويله لازم تحولها اللي هي ملتبلاي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 كده بقت جول.
لو مديلك اليونت بتاعت الانرجي بالالكترون فولت لازم تحولها لجول. هنا مديلك كاينيتك انرجي كمان باتنين، يبقى 2 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 وبقت جول. تمام؟ طب هو عايز ايه؟ تمام؟ لا هو مش عايز حاجه، بيقول لي لو الفريكوانسي دبل. واحده واحده بقى عشان السؤال ده من اتقل الاسئله اللي في الهوم ورك كلها. بص كده، اول حاجه كان عندي فريكوانسي 1 بفريكوانسي والكاينيتك انرجي ب 2 في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 والورك فانكشن ب 1.6 في 10 في 3 قصدي معلش في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. القانون اللي عندي بيقول ايه؟ ان كاينيتك انرجي ايكوال انرجي فوتون ماينس الورك فانكشن، فيبقى 2 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 ايكوال مكان انرجي فوتون. بما انه مش مدهاني ومديني فريكوانسي قلت لك ينفع تحط اتش نيو، كنت جاسس قوانين وقلت لك اللي انت ينفع تبدلهم مكان بعض، ماينس الورك فانكشن اللي هي 3 في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. طبعا الاتش ده رقم ثابت، كده عندي كام انون؟ واحد. كده طلعت من هنا الفريكوانسي، كده طلعت الايه؟ الفريكوانسي. هو بيقول لي في الحاله الثانيه ان الفريكوانسي جديده بقت 2 فريكوانسي، صح؟ يبقى انا الفريكوانسي اللي طلعت من ان هو تعوض بيها وجبت الفريكوانسي الجديده. هو عايز ايه؟ عايز الكاينيتك انرجي الجديده. فيبقى كاينيتك انرجي 2 ايكوال اتش نيو 2 ماينس الورك فانكشن. واحد يقول لي طب ما مش مديني الورك فانكشن في الحاله الثانيه. لا، هو الورك فانكشن اصلا ما بيتغيرش. فيبقى الرقم ده ثابت اللي هو 3 في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. دي اللي هي 6.625 10 نيجاتيف 34. وطبعا انا بقى معايا الرقم ده احطه هنا اهوت، تمام، يطلع لي كاينيتك انرجي 2. بس في حاجه، كاينيتك انرجي 2 اللي هتطلع بالجول. طب انا بقى عايز احول من جول لالكترون فولت، هتعمل ديفايدد 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. السؤال ده من اتقل الاسئله في تشابتر 5. لما يديني 2 كيسز لازم تستخدم الكيس الاولى تطلع منها حاجه هتنفعك في الكيس الثانيه اللي هتعوض بيها تطلع اللي هو عايزه. انا استفدت ايه؟ انا عندي مبدئين بس القوانين اللي بتتبدل مكان بعض اهم، كاينيتك انرجي انرجي فوتون ماينس الورك فانكشن او هاف ماس اوف الكترون في سكوير ايكوال اتش نيو فوتون ماينس اتش نيو كريتيكال او اي في فول بوتنشال ديفرنس ايكوال اتش سي على لامدا فوتون ماينس اتش سي على لامدا كريتيكال. انا عملت ايه في السؤال؟ خدت الحته دي مع الحته دي مع الحته دي. طب اشمعنى؟ لان هو مديني فريكوانسي وورك انرجي وورك فانكشن وكاينيتك انرجي، فمن هنا طلعت الفريكوانسي الاولى اللي الثانيه الدبل بتاعها فضربتها في 2 بقى معايا الفريكوانسي الثانيه، عوضت وطلعت الكاينيتك انرجي. ده من اتقل الاسئله اللي في الهوم ورك كله. طيب هات اللي بعده. اللي بعد بيقول لي وين الويف لينث اوف ذا لايت، يعني هو مديني الويف لينث بتاعت الفوتو بكذا، بس ده طبعا هيبقى في 10 نيجاتيف 9 عشان دي نانو. وعلى السيزيوم ميتال فوتو الكترونز هاد جاست ليبريتد. ركز معايا بقى، يعني ايه هاف جاست ليبريتد؟ يعني يا دوب طلعت، يا دوب طلعت، يعني دي قد كريتيكال. ما انا لما بدفع اللي هو عايزه بالظبط بتطلع بس من غير كاينيتك انرجي اللي هو معناها جاست ليبريت، فيبقى دي كده مش لامدا فوت، ده دي كده لامدا كريتيكال. طيب سو ذا ايميتد الكترون عنده كاينيتك انرجي، طبعا ده لازم يتحول ملتبلاي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. هو عايز الويف لينث بتاعت الانسيدنت لايت، يعني عايز الويف لينث بتاعت الفوتو. هعمل انا ايه بقى؟ هو مديني كاينيتك انرجي، تمام، وكمان مديني الويف لينث كريتيكال وعايز دوت، فيبقى انا هستخدم ده مع ده وده، فيبقى القانون اللي انا هستخدمه هيبقى عامل ازاي؟ كاينيتك انرجي ايكوال اتش سي على لامدا فوتون ماينس اتش سي على لامدا كريتيكال. طب تعالى اوريك التعويض هيبقى ازاي. يبقى 1.81 في 1.6 10 نيجاتيف 19 ايكوال اتش اللي هي 6.625 10 نيجاتيف 34 سي اللي هي 3 في 10 باور 8 على الويف لينث بتاعت الفوتون اللي انا عايزها.
minus 6.625 10 negative 34 3 في 10 power 8 على ال wavelength critical اللي هي 591.5 في 10 negative 9. كده بقى عندي قانون واحد اللي هو اللامدا فوتو. القانون ده مش صعب بس محتاج اعرف انا هستخدم اني جزء مع اني جزء فيهم. التلاتة دول يستخدموا مكان بعض، التلاتة دول يستخدموا مكان بعض، والتلاتة دول يستخدموا مكان بعض. تمام؟ اي حاجة لازم تبقى بالميتر. التركية في السؤال انا هو كلمة have just liberated. have just liberated يعني يدوب اتحرك. يبقى دي هي الكريتيك. طيب اللي بعده. اللي بعده بيقول لي when electromagnetic عنده single wavelengths the emission of electrons of the cathode decreases but don't vanish. ما احنا قلنا photo electric فين هو emission of the electrons rate يعني عدد ان هو قل يبقى قل بسبب ايه ان في عدد قل. العدد ما بيتغيرش الا بالعدد. مين في الاختيارات دول بيمثل عدد دي؟ تمام. اللي بعده خليك بس زي ما انت. بيقول لي مين في دول اللي بيتحكم في العدد؟ يبقى ايه اللي هيتحكم في عدد؟ العدد صح؟ حلو. بس خد بالك بيقول لك which of the following factors control the rate of the electron metallic surface لما surface exposed the incident photo الwavelengths بتاعتها اقل من الكريتيكال. انا لازم كنت اتاكد من المعلومه دي. يبقى ايه اللي بيتحكم في العدد؟ هو العدد. مين في دول العدد؟ سي. هات اللي بعده بس ركز معايا بعد اذنك. ركز معايا بعد اذنك. بيقول لي لايت جاي الفريكوانسي بتاعته يبقى الفريكوانسي بتاعت الفوتون خمسة فريكوانسي كريتيكال. والفريكوانسي كريتيكال اهي بفريكوانسي كريتيكال. وبيقول لي ان هو طلع لايت بفيلوسيتي يبقى دي فيلوسيتي. حلو. بيقول لي في فريكوانسي بقت 2 بما انه مديني 2 كيسز السؤال لازم يتحل على جزئين. ايه الجزئين بتوعه؟ اهم اول جزء هو بيقول لي ان فريكوانسي الفوتون 5 فريكوانسي كريتيكال. ساعتها كانت الفيلوسيتي ب 8 في 10 باور 6. ركز معايا بعد اذنك. يبقى انا استخدم اني جزء في القانون؟ استخدم اللي فيه فيلوسيتي وفريكوانسي اللي هو مين؟ اللي هو ده على بعضه كده. اللي هو ده على بعضه كده. تمام؟ ايه هو؟ اللي هو هاف ماس اوف الكترون في سكوارد ايكوال اتش نيو فوتون ماينس اتش نيو كريتيكال. تعال نعوض. يبقى هاف 9.1 10 نيجاتيف 31 الفيلوسيتي اللي هو مدهاني اللي هي 8 في 10 باور 6. تمام؟ هتنسى السكوارد دوت والمساله هتطلع غلط. طيب اتش اللي هي 6 بوينت ينفع اخد من هنا اتش كومن عشان اسهل على نفسي بس. فيبقى اتش اهي فريكوانسي فوتون اللي هي 5 فريكوانسي كريتيكال هو اللي قايل اهو. طب والفريكوانسي كريتيكال هي فريكوانسي كريتيكال واحده فديت بقت 6.625 10 باور نيجاتيف 34 ملتبلاي 4 فريكوانسي كريتيكال. كده بقى عندي في الايكويشن دي كلها كام انون؟ طلعت من هنا الفريكوانسي كريتيكال. طيب نبتدي بقى الجزء الثاني من المساله. هو بيقول لي في الجزء الثاني لو اللايت بقى 2 فريكوانسي كريتيكال مش انا معايا دوت اهو طلعته من هنا اعوض بيه بقى معايا الفريكوانسي بتاعه اللايت. فالقانون هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى هاف ماس اوف الكترون في سكوارد ايكوال اتش مكان نيو لايت يبقى 2 فريكوانسي كريتيكال ماينس فريكوانسي كريتيكال. وانا اصلا جبت من هناك مين؟ الفريكوانسي كريتيكال. فبقى معايا ده وده والماس اوف الكترون دي 9.1 في 10 باور نيجاتيف 31 وهتنسى السكوير اللي على الفيلوسيتي فهتطلع غلط. هو عايز الفيلوسيتي اللي في الحاله الثانيه. اصعب اسئله انا في تشابتر 5 لما بيقسمها 2 يديني حاجه جزء اولاني عشان اطلع منه حاجه احطها في الجزء الثاني. الصراحه ده ما لعبش بيه في الامتحانات تقريبا الا مره واحده ولا مرتين لان ده في ماس نوعا ما. بس في حاجه بيجي عادي اصل ده مش ماس قوي. انا استخدم ايكويشن اطلع منها رقم احطها في الايكويشن الثانيه. طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده السؤال ده مهم قوي ولازم ابقى عارف له حاجه. انا مش مديني ارقام صح؟
لما ما بيدينيش ارقام ويبقى المساله فيه تو كيسز يعني هتبقى صعبه جدا. فانا عندي حل عظيم بقى. تعمل ايه بقى؟ لازم تبقى عارف ان الانرجي دايركتلي مع الفريكوانسي وانفكس مع الويفلينس والورك فانكشن نوت تشينجد ما بتتغيرش. فانا هفترض فرض ان الانرجي الاولى سي مثلا الانرجي بتاعت الفوتون الاولى سي بخمسة اي حاجة والورك فانكشن بتلاتة فرض من عندنا تمام. وهحسب الكاينيتك انرجي اللي هي انرجي فوتون ماينس مين الورك فانكشن اللي هي خمسة ماينس تلاتة طلعت اتنين. هو بيقول لي لو الويف لينس قلت بقت هاف. هي لو الويف لينس قلت مرتين ده معناه ان الفريكوانسي زاد والانرجي فبقت الانرجي فوتون الجديده 10 مش 5. ليه؟ ما لو ده قل مرتين ده يزيد الايه والورك فانكشن ما بتتغيرش. فبقت الكاينيتك انرجي الجديده انرجي فوتون ماينس الورك فانكشن اللي هي 10 ماينس 3 طلعت 7. واحده واحده بقى. هل السبعة دي دبل الاثنين ولا دبلها واكتر؟ يبقى الاجابة هتبقى اكتر من اتنين كاينيتك انرجي. بس السؤال ده من غير الطريقة دي صعب جدا 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 مستحيل. تمام؟ تاني انا عملت ايه؟ هو مش مديني ارقام فانا فرجت ان الانرجي فوتون باي رقم سي بخمسة الورك فانكشن بتلاتة كاينيتك انرجي هو الماينس بتاعه ما عملتهم ماينس طلعت 2. هو انا بيقول لي الويفلنس قلت انا لازم ابقى حافظ الريليشنز دي. الويفلنس قلت يعني الفريكوانسي زادت والانرجي زادت. فالويفلنس لما قلت الدبل يبقى الانرجي زادت الدبل يعني بدل ما هي 5 بقت 10 والورك فانكشن ما بتتغيرش. لما عملت 10 ماينس 3 طلعت 7. ايه ال 7 دي؟ ال 7 دي اكتر من ضعف الكاينيتك انرجي الاولى فيبقى جريتر زان 2 كاينيتك انرجي. السؤال ده جه في الفاينل مره برضه. هو اصل ده مش هياخد وقت ده معتمد ان انت تبقى فاهم بس. طيب اللي بعده بيقول لي وين مونوكروماتيك لايت وي على سيرفيس ميتال نمبر اوف الكترونز اميتد اف ذا انذر مونوكروماتيك لايت. بيقول لي هاير فريكوانسي يعني الفريكوانسي زادت يعني الانرجي زادت والعدد ملوش دعوه. هو انا بيسالني على ايه؟ بيسالني على عدد. يبقى العدد هيحصل له ايه؟ ولا اي حاجه. طيب اللي بعده بس بيقول اذا هوبز فيجر ده ليمينس بادي يا جدعان. ليمينس يعني بيطلع لايت اكتر تمام. هو بيقول لي بليز ان ذا فرونت اوف ذا ميتال سيرفيس اميتد راديشن من بلاك بادي خلت الالكترون تطلع. لازم اتاكد ان الالكترون اصلا بتطلع عشان لو الفريكوانسي اقل من الكريتيكال يبقى ما تفكرش مفيش حاجه اصلا هتطلع. هو انا بيقول لي ايه اللي حصل لو انا زودت اف ذا تمبريتشر اوف ذا بادي انكريزد. ما انا التمبريتشر زادت يعني الانرجي زادت صح. انا انرجي الانرجي اللي انا ببعتها صح. طبيعي جدا لما الانرجي تزيد الريت اوف اميشن الكترون يحصل له ايه والكاينيتك انرجي يحصل لها ايه. ريت يعني عدد صح. دي كان حللها غلط برضه في كتاب السنه اللي فاتت. دي هتبقى نوت تشينج. حللها السنه دي نوت تشينج. لا حللها ايه؟ انكريز. هقول لك ليه بقى حللها انكريز. افهمك ليه ثواني حللها انكريز وهحلها لك بالمنطق بتاعه. هو نوت ما حلهاش ان ده فوتو سيل. هو ده اصلا فين الضوء اللي في الموضوع. وساعتها السنه اللي فاتت كان كاتب ان دي فوتو سيل. السنة دي عدلها ازاي؟ فين الفوتو سيل اللي في الموضوع؟ هو فين اللي بتعتمد على اللايت؟ مفيش حاجة بتعتمد على اللايت صح؟ يبقى لما التمبريتشر تزيد يعني الاكسايتيشن انرجي زادت يعني طبيعي اطلع الكترونات اكتر يعني طبيعي اطلع فوتونات ايه؟ اكتر. فدي هتبقى انكريز. السنة دي عدلها وشال كلمة فوتو سيل فبقت الاجابة صح دي انكريز. طب والماكسيمم كاينيتك انرجي برضه انكريز. ليه؟ ما انا لو طلعت الكترونات اكتر عشان اديتهم انرجي اعلى يطلعوا اسرع. الكلام ده مش في الفوتو سيل. هو انا هو ده مش فوتو سيل خالص. يبقى التمبريتشر تعلى الانرجي تعلى والنمبر اوف الكترونز او النمبر اوف فوتونز يعلى. هو انا هو السؤال دوت مش حل فوتو سيل حله من دي. هز الماوس بس بس. طيب نمبر 40 هات 40 انكريز وانكريز
انا الواحده لازم تتشال. لا اول واحده انكريس ما خلاص شال كلمه فوتو سيلف. السنه اللي فاتت كان حاطط فوتو سيلف وهو غلط. طيب السؤال دوت الورك فانكشن ده يتغير بايه المره اللي فاتت عشان ما تنساش ده. قلت لك ان ده الحجم ده ملوش حل ان يتغير غير ان انت تغير الميتال سيرفيس نفسه، فدي دايما هتبقى كونستنت. تمام ملهاش حل غير ان انت تغير الميتال سيرفيس نفسه. طب اللي بعديها لو الفريكوانسي بتاعت الانسيدنت لايت دبل ايه اللي يحصل للورك فانكشن؟ ما انا لسه قايل لك ده اصلا الحجم ما بيتغيرش. تمام فيبقى ديت ريمينز كونستنت. طيب 42 هات 42 بيقول لك ايه اللي يحصل للفيلوستي مع العدد. احنا متفقين ان العدد ايه مش بيغير اي حاجه غير العدد، فهتبقى كونستنت عدد يعني عدد الفوتونات اللي بتقع في ثانيه. طب هات اللي بعده بقى. اللي بعده بقى والجراف ده مهم جدا، هتشوف الامتحان بتاع بعد بكره ان شاء الله. تمام الجراف ده مهم قوي، الجراف ده مهم قوي بيجي في الفاينل كتير وهتشوف الامتحان بتاع بعد بكره. هو مش صعب بس لازم تبقى عارف حاجه ان النقطه دي هي الفريكوانسي كريتيكال، النقطه دي هي الورك فانكشن، والسلوب بتاعه اتش. لازم تبقى عارف الثلاث معلومات دول. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو قسمت بوينت ايه على بوينت بي، انا عندي قانون بيقول لي ان الورك فانكشن اتش نيو كريتيكال. ايه اللي هي الورك فانكشن صح؟ بي اللي هي نيو كريتيكال. لو قسمت ده على ده ايه اللي يتبقى؟ اتش. اصلا كاني عملت واي اكسس على اكس اكسس، يعني كاني بطلع السلوب اللي هو اتش يعني. طيب هات اللي بعده. احنا اتفقنا ان الحجم مفيش حاجه بتغيره صح؟ بس خد بالك بس كل دول معناهم ان دي مطاليب الحجم. اي حاجه كريتيكال معناها مطاليب الحجم. فده دايركتلي مع ده وانفيرسلي مع ده. تمام؟ انا كده بتكلم على نفس المثال. طيب بص كده على الجراف اهوت، دي فريكوانسي كريتيكال بتاعت ايه؟ دي فريكوانسي كريتيكال بتاعت بي ودي فريكوانسي كريتيكال بتاعت سي. مين في دول اعلى فريكوانسي كريتيكال؟ سي. ما انا كل ما امشي كده كل ما الفريكوانسي تزيد. فيبقى الورك فانكشن بتاعت ايه اصغر من الورك فانكشن بتاعت بي، اصغر من الورك فانكشن بتاعت سي. الورك فانكشن دايركتلي مع الحاجات الكريتيكال، انما ما بتتغيرش باي حاجه بره الحاجات دي. طيب 45 يعني بيجي فريكوانسي كريتيكال بتزيد او بتقل غير كده؟ لا او ويفلنس بس بالعكس. طيب هنا عايز بلانكس كونستنت في الكيرف ده. هو انا ليا سؤال، مش بلانكس كونستنت ده اللي هو اتش اللي هو السلوب؟ طب مش السلوب دوت انا بجيبه ان انا اعمل دلتا واي اوفر دلتا اكس صح؟ يعني اخد نقطتين من واي ونقطتين من ايه؟ طب ما ناخد نقطتين من واي اللي هي مثلا سي وزيرو، فهي سي ماينس زيرو صح؟ تعالى بقى ناخد النقطتين بتاعهم من اكس اللي هي بي ومين؟ فبقت بي ماينس ايه؟ ده ايكوال اتش بس كده. بجيب سلوب عادي نقطتين ماينس نقطتين. هات البتاع ده؟ ايوه الدور معلش. ما هو مفيش في الاختيارات ايه؟ بي وزيرو ازاي يعني؟ ايه قدامها ايه دي؟ مفيش في الاختيارات. طيب ده 45، فانا ممكن اجيب السلوب ان انا اخد نقطتين ماينس نقطتين. هو اصلا السلوب دلتا واي على دلتا اكس. هات 46 العدد ما بيتغيرش الا بعدد صح؟ فالعدد يغير عدد ولا لا؟ بس بشرط ان الفريكوانسي تبقى اعلى من الكريتيكال. هو يا رب بيقول لي ان الفريكوانسي للزان اقل من الكريتيكال، عشان كده قلت لك لازم تقرا السؤال الاول تتاكد هي اعلى من الكريتيكال ولا لا. هنا اقل من الكريتيكال يبقى مفيش اي حاجه تطلع، يبقى الكيرف عند الزيرو. طب لو كانت اعلى من الكريتيكال كان مين اللي يبقى صح؟ كان يبقى ده، يبقى هما الاثنين دايركت مع بعض. طيب هات 47 هنا هو نفس السؤال وبيقول لي ان هي جريتر زان الكريتيكال، كده اعلى من الكريتيكال فيبقوا دايركت مع بعض. هات اللي بعده 48 واحده واحده. لا انزل سلم. لا ايوه بس كده.
بص كده في 48 هنا اهوت هو مديني الويف لينث بتاعت اللاين اهي دي اللامدا فوتون تمام ومديني فيلوسيتي القوانين اهي كده لازم انقي القانون اللي ينفعني طب فين القانون بقى اللي هينفعني في دول الحته اللي فيها فيلوسيتي صح يعني الحته دي طب مع انهي حته هو عايز الورك فانكشن يبقى مع الحته دي ومديني مين مديني ويف لينث فوتون يبقى مع الحته دي فيبقى القانون في الاخر هيبقى ايه بقى هيبقى هاف ماس اوف الكترون في سكوير دي ايكوال اتش سي على لامدا فوتون ماينس مين الورك فانكشن انا بنقي الحتت من القانون على حسب الجيف فدي هتبقى هاف 9.1 10 باور نيجاتيف 31 الفيلوسيتي هو مدهاني 4.6 في 10 باور 5 هتنسى السكوير ده 6.625 10 باور نيجاتيف 34 في 3 في 10 باور 8 على الويفلينس بتاعت الفوتون اللي هو مدهاني 623 بس نانو يعني 10 نيجاتيف 9 ماينس الورك فانكشن كده فيها انون واحد طلعت الورك فانكشن في مطلوب تاني تقريبا عايز الفريكوانسي كريتيكال الفريكوانسي كريتيكال بتيجي من الاول اتش نيو كريتيكال انا لسه مطلع الورك فانكشن صح ومعايا الاتش هطلع من هنا ايه النيو كريتيكال اللي هو عايزه اللي بعده يبقى الحوار كله بس ان انا انقي من القانون الحتت اللي هتنفعني صح هنا هو بيقول لي فوتو سيل يلو لايت السؤال ده برضه مهم لانه معتمد على ترتيب الالوان تمام بيقول لي يلو لايت وقع على ميتاليك سيرفيس ما طلعش اي حاجه فانا كده عرفت ان الفريكوانسي بتاعت اليلو اصغر من الفريكوانسي كريتيف طيب حلو جدا لما وقع بقى بلو تمام في الكترونز طلعت يبقى الفريكوانسي بتاعت البلو اعلى من الفريكوانسي كريتيكال بيقول لي طب لو وقعت ريد انا لازم ابقى عارف جوي جيبف صح الريد ده اعلى ويف لينس واقل فريكوانسي صح طب ثواني بس مليلو ده هو ده الفريكوانسي كريتيكال صح كده الفريكوانسي بتاعت الريد اصغر من مين من الفريكوانسي كريتيكال هل يبقى في حاجه تطلع يبقى ده دازن ده فانش مش هيطلع اي حاجه خالص تاني من ترتيب الالوان اللي هو جوي جيبابي الريد ده اعلى ويف لينس واقل فريكوانسي هو بيقول لي ان اليلو ما طلعش حاجه معلش معلش البلو هو اللي كريتيكال عشان من بعده طلع تمام فما ايا كان اليلو او البلو مش هتفرق هو كده كده اصغر منه فالفريكوانسي بتاعت الريد بقت اصغر من الفريكوانسي بتاعت البلو اللي هو كريتيكال فكده هيطلع ايه مش هيطلع قصدي اي الكترون حتى اللي بعده 50 مفيش 50 بيقول لي ايه بقى بيقول لي ان في كريتيكال فريكوانسي كانت في البلو يعني البلو هو فريكوانسي كريتيكال انسيدنت جاي طلع الكترون تمام يبقى مين في دول ممكن يطلع الكترون ثواني بس ما البلو ده هو فيزابل لايت صح حلو يبقى انا عشان اطلع الكترون تمام محتاج اجيب فريكوانسي اعلى من اللايت صح من الترتيب اللي هو جاما اكس راي الترا فايلوت فيزابل لايت انفراريد تمام مايكرو ويفز راديو ويفز انا لازم ابقى عارف ان وانا كده الويف لينس بتزيد والفريكوانسي ايه حلو هو بيقول لي ان الفيزابل لايت ده هو الكريتيكال يبقى انا لازم اجيب فريكوانسي اعلى منه ولا اقل منه اعلى منه يبقى حاجه من الثلاثه دول مين في الاختيارات من الثلاثه دول فيبقى الالترا فايلوت هي اللي صح تمام طيب